يلا هوبا كل يوم يقف، يلا كل يوم يقف يا ابني. ما احنا واقفين اهو، ده بيقول لك يقف. ايوه مين ده يا اسطى؟ احنا هنعمل ايه في الحوار ده؟ انا مش فاهم. ما تقلقش يا، ما تقلقش، خبي البرشام واسبقنا على الغرزه. يلا اخبي برشام؟ انت خايف يا اسطى من ايه؟ ده انت المالك بتاع الناس دي، انت اللي مشغلهم. انطونيو، واو 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 واو، انت ما تنفعش تبقى حاكم على روما. لان روما ليها وريث شرعي. ده هربان من انو كرتون ده؟ ما عارف. وريث شرعي ايه؟ قصدك ان روما يعني سمعتها وحشه؟ مين اللي ضحك عليها وخلف منها؟ لا 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 لا، ما تقولش الكلام ده انطونيو. روما طول عمرها شريفه، معقوله روما هتولد برضو؟ ايوه، ما بيقول لك ليها وريث شرعي، يعني اكيد ولدت. روما ولدت؟ روما هو ده اللي كنت هتنصبوه حاكم على روما؟ هو ده يا دي اللي هنخليه حاكم روما، وهيمشيها على عجين ما تلخبطوش في حاجه. يا واد مالك يا؟ ولا ولا ولا، ما تطجنش ياض معايا، لا يطلع شخصيه مهمه. اليومين دول بيحصل حاجات كتير محدش فاهمها. اصبر اصبر. حضرتك يعني ايه طلباتك؟ انت مين يعني؟ انا الاستاذ دافيوس ميدايوس شويه المحامي، وحامل وصيه قيصر الله يرحمه. دافيوس؟ الاسم ده انا سمعته قبل كده. مش ده اللي كان فاتح سايبر على اول نابولي؟ هو يا اسطى دوت، وقفل السايبر واتعرف على بنت معاها فلوس وخليته محامي، فتحت له مكتب. طب سيادتك طلباتك ايه؟ اوامرك يعني؟ الامر لله وحده. هو انت نازل البحر ولا ايه؟ قول لي، هل كان هذا قيصر صاحبك؟ صاحبي جدا، ده انا وهو ياما اتقفشنا وياما اتخذنا على الاقسام وياما خدنا بالقفه. ده كان في بيننا وبين بعض علاقه جامده جدا، ده حبيبي اخويا يعني. والله إيه؟ لعلمك ام قيصر هي اللي مسميانا انطونيو، مش كده كبير المجلس؟ يقول التاريخ ان ام انطونيو الله يرحمها كانت عايزه تسميه اسم تاني عشان الحسد، لكن ام قيصر الله يرحمها قالت لها بلاش الاسم ده وسميه اسم تاني، سميه انطونيو يا تهاني. ايه ده؟ امال انت مامتك كانت بيسميك ايه يا اسطى في الاول؟ كانت عايزه تسميني بلادوس يعني. ايه بلادوس دي؟ يقول التاريخ ان ام انطونيو الله يرحمها كانت بتتوحم على لمبه بسلك في غير اوانها، مش كده ولا ايه يا اسطى انطونيو؟ طبعا طبعا يا كبير المجلس، بس الحمد لله يعني انها سميتنا انطونيو. حضرتك طلباتك ايه؟ انطونيو، جاوب عن سؤالي انطونيو. سين، هل كان قيصر صاحبك قوي 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 ولا صاحبك من على القهوه؟ وا وا وا. يا عم ما قال لك كلوز فريند من شويه وهيقولها لك كم مره الراجل؟ سيبه انا اتصرف معاه، انا اتصرف معاه. هو هربان من لاين كينج وجاي على هنا على طول. يعني بص سيادتك، هو كان حبيبي، كل حاجه عارفها عنه، لدرجه يعني اما كان بيشرب سيجارتين كان بياكل لبان بعديها ويعمل ايده بورق شجر عشان امه ما تعرفش انه شرب سجاير يعني. ايوه. ايه الاحداث اللي انتوا طالعين منها دي؟ انا ما بتكلمش عن كده، انا بتكلم عن السر اللي خباه عنك قيصر. اوكتافيو. اوكتافيو؟ ايه ده؟ ايه مش دي سكودا ولا ايه؟ اوكتافيو ايه؟ اوكتافيو ده يبقى ابن قيصر العظيم. ابن قيصر؟ قيصر خلف عيل مسميه اوكتافيو؟ لا 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 لا، الكلام ده مش حقيقي، مش حقيقي. ايوه ابنه. لا انت كذاب، مش حقيقي، مش حقيقي. قيصر بقول لك كان حبيبي، ازاي يعني هيخبي عليا حاجه زي كده؟ يا دي الكاركتر الوحيد هو اللي فاهمه. انا عارف. انت كنت عايز اقول لك ايه؟ ان هو هرب مع نفس البنت اللي انت كنت بتحبها ومقنتم معاها. مين؟ عسليوس؟ معقوله قيصر كان مصاحب عسليوس البنت بتاعتي؟ ايه ده؟ ازاي الكلام ده؟ مش حقيقي. ايه يا عم؟ ايه اللي بيحصل يا عم يا بتاع التاريخ؟ ايوه. إيه ما تكتبوش الكلام ده، اوعى تنادي هنا لو سمحت. لا مش هنكتب اي حاجه من اللي هم بيقولوها دي. انا ماليش فيه، انا لازم امشي حالا. شوف يا كباره، وصيه قيصر اهي بيطالب فيها بنقل الحكم لابنه اوكتافيو. وايه المناظر اللي انا قاعد معاها دي؟ انا مش قاعد هنا. رايح فين؟
رايح ديزني. كويس انه خلص، كويس الحمد لله. هنعمل ايه دلوقتي يا كبير؟ فعلا مشكله كبيره، مشكلة عويصة جدا جدا جدا. مشكلة بس انا هتصرف، ما تقلقش ما تقلقش، انا في دماغي فكرة مش عارفها لغاية دلوقتي. جات معانا صح المرة دي. انت النهاردة جامد وهم. احنا كل ما بنتدرب اكتر فرصتنا في الفوز بتكتر. احنا هنخش مسابقة الرقص مع النجوم وش. وش. ثانية واحدة اشوف البومبو ده. اوكي. انطونيو. انطونيو. اديني بيت كده. انطونيو ما تجيبش سيرة مامي تاني. بس خلاص. بس خلاص. ده جاي من عند احمد مكة على هنا ولا ايه؟ عارف. لا اللحن مش عاجبني. ولا الكلمات. قفلتيني. سوري. مين بقى ده انت بقى اللي عامل قلق انت؟ هو في حد في روما كلها ما يعرفش اوكا؟ اوكا واورتيجا؟ نو هي از اوكتافيو. يس اي ام اوكتافيو ابن يوليوس قيصر. ومامي بعتني عشان احكم روما كلها. يحكمها وش؟ تحكمي معايا؟ احكم. تحكمي بالعدل؟ ما يحكمش. قفلتيني. سوري. احكم روما ده عبيط. تحكم روما مين يا؟ يا انت ابن مين؟ انت ابن عسليوس. يا ابن امك دي جامده وهم. ازاي يعني؟ ايه البت مين دي؟ انا عارف يا اسطى ما ايه؟ بت بتقول عليا انا بت؟ رد يا اوكي انا مش هتكلم. اللي انت بتقول عليها بت دي دي الاميره مروه اليوس. دي تمتلك تلات اكونتات على الفيس. وجعتيني. سوري. هاي كيمو أدمن صفحة مجلس الشيوخ. يس يس أنطونيو أنت يا أنطونيو اللي هتحكم روما، أنت يا أنطونيو اللي مفيش غيرك. بس خلاص قفلتيني. أنا موهومة بموت في الشعر الأبيض يا جدو. بت إيه؟ بموت في الشعر الأبيض. والله بعطيك السيارة. الله 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 الله، ايه البت اللي جايبها دي يا عمو بتموت في الشعر الابيض؟ ايه الحكايه وداخله عماله بتقول لنا هاي؟ الله يرحم امك اللي كانت تنشر الغسيل عند الجيران. انطونيو احترس من كلامك. احترس من كلامي ليه؟ كلامي بيرجع للخلف. حلو. والله حلوه يا اسطى. والمصحف حلو. ايه رايك؟ لا احترس الكلام مدهون ببوهية. حلوة أنا. حلوة. وانت أخبارك إيه؟ الحمد لله. كله تمام؟ تمام. ده فين يا عم؟ أنا والله العظيم جاي هنا أهو. قاعد ساكت من الصبح. أنطونيو خلي بالك أنا لحد دلوقتي بتكلم بلساني، هتضطرني بعد شوية أتكلم ببقي. لا هتودي نفسك في داهية، أرجوك بلاش بقك. أنت مش عارف ده ممكن يعمل إيه؟ ممكن يعمل إيه؟ هيناد أمه يعني ولا إيه؟ شكلك مش هتيجي بالذوق. فلتواجهني فارس لفارس. ايه حكايه كل واحد يخش لي يقول لي فارس لفارس؟ طب وانا ده فارس؟ ده فارس؟ ده مش منظر. فارس ايه؟ اواجهك يا سيد. ليك في الفيفا؟ نسخ كام؟ 2014 قبل الميلاد. ليا. يلا بينا. يلا. يلا. ما تجيبوا لنا لب يتفتح. انطونيو. يا انطونيو ارجوك ما تتطورش. روما مش ناقصه انقسام، حرام عليكم. ايه ده؟ انت هتلعب ببرشلونه؟ هحط له ميسي في النص واحط له شافي في الهجوم. ايوه بس عبد الشافي بيلعب خط وسط. ما انا لازم الغبطه عشان هو ما يعرفش يتصرف ازاي، وهنزل له بقى رونالدينيو. ايه؟ ايه؟ رونالدينيو. بس. ولا يهمك يا مام، انزلوا بالريال مدريد وحط كريستيانو في الهجوم. اوكي. اوكي. ايه ده انت ليكي في الكرة؟ طبعا ده انا اللي عاملاها. عندك واتساب؟ طبعا ده انا اللي عاملاه. طب يكلميني لما الواد صاحبك ده يروح. وش؟ انت ناكشت له شعره. اوعى ايدك، انت بص بس. انا كده ما بقتش روماني، بقيت اسواني.
ده مش لايق على ده. والبالي تقل في بقك دي. والله المخرج سيبني بقى، انا مش زعلان. كويس كويس، تفرجوا الناس علينا كده. ارجوكم ارجوكم بقى، وقفوا الصراع اللي بينكم. نيفر. حرام عليكم. نيفر. مفيش نيفر، مفيش حاجه اسمها نيفر. بقول لك ايه اوكتافيو، والله استاذ واخ اكبر. اهي اهي اهي. سوري. دونت وري. شوف الشطاره، ما حدش يقدر يعمل لي حاجه. اسمع اوكتافيو، انا كبير مجلس الشيوخ وكلها سنتين ثلاثه واطلع على المعاش، وممكن اديله كل صلاحيات حكم روما. ايوه يا ريت بقى كبير المجلس. يا ريت يا ريت يا ريت، دمه ساعتها ممكن يجي لها جلطه في اسنانها. انا مش هعمل كده. مش عاوزين نفهمه اننا جايين عليه اكتر من اللازم. الله ينور عليك، الله ينور عليك. انا عندي اقتراح تاني. انتوا الاثنين تحكموا روما، انطونيو يحكم الاجزاء الشرقيه، واوكتافيوس يحكم الاجزاء الغربيه. ايوه بس يعني مفيش بس يا انكل. مفيش انكل، انا مش هعيش لك العمر كله. وبعدين انا كلمتي ما تنزلش الارض ابدا، هي كلمه وخلاص انا قلتها. اتفضلوا يلا كل واحد يروح يشوف اكل عيشه. اتفضلوا يلا يا بيه، يلا خلونا يلا نعرف نشتغل بقى. حاضر. مش ممكن كده، حرام عليكم. ايه يا كبير مجلس، ايه هتدي له نص روما؟ روما ده كان الاتفاق بيني وبينك، تدي له نصها ازاي يعني؟ يا سيدي بلاش اندفاع الشباب بتاعك ده، كان كلام وخلاص. تعالى. ها. انا هفهمك. انت عارف مصر؟ مصر دي بعيده باين ولا ايه؟ يا اسطى اللي هي بعد شبرا. قبليها. ماشي. انت اول ما تنزل مصر وتسال الف مين هيدلك. ماشي. في واحده هناك اسمها كليوباترا، جميله جدا، ست جميله عندها جيش عرمرم. يعني ايه عرمرم؟ معرفش، انا حافظها كده. ايوه يعني ايه يعني؟ ايوه احنا جيل حفظ مش جيل فهم، احنا ما بنفهمش اساسا. جيش عرمرم. جيش عرمرم. كليوباترا دي الملكه بتاعت مصر. الملكه جميله جدا. انت ما عليك الا انك تسبل لها شويه. هي تحبك، لو خليتها تحبك هتخليك قائد للجيوش وتحكم روما. يا احكم روما، اجيب الجيش بتاعها، انتصر على الواد اوكتافيو الاهبل، احكم روما ومصر بالمره. مصر تبقى حاكم الامبراطوريه الرومانيه. يا سلام، متشكر قوي يا كبير المجلس. لا لا ده حاجه اقل يعني من الواجب. جميلك ده فوق راسي من فوق يعني، والشاي بتاعك عندي يعني. لا عيب ما تقولش الكلام ده، والله احنا اهل. لا يعني ده اقل حاجه يعني. لا احنا اهل والله. الله يخليك. ربنا يخليك. ايه رايك يا اسطى؟ 100 100. هنحكم روما. لازم. تنزل معايا على مصر؟ هننزل يا اسطى. هنركب ايه؟ نركب اي اللي انت عايزه. اي اللي انت عايزه يعني. شوف انت عايز، لو عايزنا ناخدها جري نشقلب براحتك. شقلبه. ناخدها شقلبه لحد مصر. يلا بينا. يلا يا اسطى. بقول لك ايه؟ ايه؟ انت فاهم هتعمل ايه؟ أنا مش فاهم يا اسطى. أنا معاك. يلا بينا يلا بينا. سلام يا أنطونيو، مع السلامة. ألف ألف سلامة. الواد هاني اتأخر. ولا هاني يا هاني، يا واد اتأخرت ليه؟ أخد نفسي بس من السلم. بعد ما جبت الكشري لقيت دكر بط دوخني على ما خدت منه دي. كويس، جبت الكشري؟ جبته. أهو. فين الباقي؟ ما نديته للصابع عشان يمشيني بسرعة. ماشي يا سيدي ماشي. اكتب. ولكن أنطونيو لم يكتفي بما حققه من انتصار على أوكتافيوس. ايه ده؟ هو غلبه في الفيفا وانا بجيب الكشري؟ يا عم فيفا ايه، احنا بنكتب تاريخ. انت هتكتب على مزاجك، اكتب اللي انا ملهولك. حاضر. جبت معالق؟ هتلاقيها في قعر الكيس. ماشي. وذهب أنطونيو. جبت الورد؟ عديت على الجنايني قال لي تعالي بكره عشان خاطر الجمعه اللي فاتت كان الفالنتاين. هحط على الكشري ورد من الجنينه؟ هتعمل لي فيها اي وسي ومش فاهم؟ حاجه تقرف. وذهب أنطونيو لمقابله كليوباترا.
معصومة. ايه رايك يا اسطى في الفيلا بتاع الكليوباترا دي؟ حصلتش فيلا ايه يا ده قصر يالا. اه يا اسطى اكيد واخداه قانون جديد. قانون جديد ايه يا اسطى؟ يا اسطى كليوباترا دي معاها فلوس تعمل اكتر من البتاع ده مرتين ثلاثه. لا بس عشان الحسد يعني والمحاسبات وكده يعني بياخدوه قسط مع بنك. معرفش يا اسطى انتوا ملوك زي بعض انتوا قادره بقى. انت فاهم يا اسطى. مهم كليوباترا دي تفتكر ان انا هعجبها؟ تعجبها؟ ده انت تعجب اي حد يا اسطى، ده انت قمر. طبعا، وهي هتلاقي مز زي فين يعني؟ مش هتلاقي يا اسطى. المهم هي نفسها حلوه؟ هي دي فلقه قمر. يا سلام والله. انت ما شفتش صورها على المعبد واحنا داخلين يا اسطى؟ هي الصورة على المعبد دي كليوباترا؟ هي يا اوصفها لي يالا. هي اللي على الصور. ايوه، شعر اصفر رقيقه. رقيقه يا سلام. رشيقه. الله. شديقه. يعني ايه شديق؟ اهي على الوزن يا اسطى وخلاص. واحنا هن ايه يعني؟ اللي على المعبد دي هي كليوباترا؟ هي يا جامده يالا، جامده يالا دي، ولا ننسى عجرم من سنتين مثلا. طيب يعني انا الغيها واكيد هعجبها وضع طبيعي يعني اساسي. طبعا طبعا. وبعدين اقوم واخدها بقى ايه تحت باطي، واخد جيوشها بقى بميكروباصاتها بتكاتكها كله يا اسطى، وتحتل انت روما دي كلها. انزل على اوكتافيو ده ادغدغه يا ادغدغه ادغدغه يا موته في الارض. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا انطونيو؟ ازيك يا ديسيوس؟ ايه ده كبير المجلس؟ انت هنا في مصر بتعمل ايه؟ هعمل ايه؟ عقد خلص في روما والكفيل ما رضيش يجدد لي العقد. كلمت الست كليوباترا الله يجبر خاطرها يعني، فعملت عقد هنا في مصر. بس ان شاء الله زي ما فهمتك، لو خليتك تحبها وانت حبيتها هتخليك قائد على الجيوش. ماشي، ما دام انت معايا كمان هتلاقيني اول باول، ما تقلقش يعني. انا اكيد هي هتحبني ان شاء الله. طب هي فين كليوباترا؟ يا اسطى احنا مستنينا مسيرها هتيجي. زمانتها على وصول. زمانتها؟ ايه زمانتها دي؟ ما احنا في مصر بقى اتعود على الحاجات دي. زمانتها وعزناها وكمنها وجرناها وشحال. ويا لهوي يا لهوي يا لهوي. يعني شوف والنبي قعدتك ما تشبع منها. يا يا سلام. صحيح الدنيا ضيقة. الدنيا فعلا تلاقي. الدنيا تلاهي. ايها الحكيم اين انت؟ انا هنا يا ست في الفسحة. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا 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 اهلا. احنا عندنا ضيوف. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ايه عايز حاجة؟ ايه؟ خدش يا بنت الجر اعمل لنا شندوشات عشان هنموت. شندوشات ايه يا ياد؟ احنا ملوك يا شندوشات ايه؟ خش جهز لنا خروف مع ديك رومي مع فراخ، يعني ظبطينا ونادلنا ست كجر كمان. ستي سامع يا حكيم اللي تأدبه؟ ايه ده ايه ده انطونيو؟ عيب كده، هي نفسها ستها. ايه ده هي نفسها ستها؟ هي نفسها ستها. ايوه، امال بيقولوا ما بتضربوش بانجو ليه؟ هي نفسها ستها ازاي يعني؟ هي نفسها ستها كليوباترا. دي كليوباترا؟ دي 100 كيلو باترا. 200 كيلو باترا على الاقل يعني. ايه ده ازاي يا اسطى؟ اما تصور مين اللي كانت على المعبد ديت؟ دي فوتوشوب يا ابني. عشان كده الصور المهببه اللي بينزلوها على السجاير بسبب الكوارث دي. ايوه صح. طب احترم نفسك بقى ياض انت وهو ياض. ياض بتقول الحاكم نص روما ياض. ياض ونص روما اللي انت جاي تتنطط علينا بيها قوي دي ياض، بكره تبقى في كرش. هو كرشها يشير صراحه يعني. انت مش مصدق؟ طب انا هوريك. ايه ده؟ ده هتورينا كرشها يا اسطى دي ولا ايه؟ اصبر يلا اصبر، ما تقلقش انت مع انطونيو. والله ده اللي قلق لي ان انا مع انطونيو دي. انت مصور واد يا قيصران؟ يا قيصران ايه ده هلا؟ كرشها طلع له كماله بره. انت يا زفت. ايوه يا مامي. ايوه انا جاي اهو. ايوه ثواني يا زميلي هشوف الحاجه عايزه ايه واجي لك بسرعه. ثواني
ماذا تريدي يا امي؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ اسكتي بقى عشان انت جايبالي الكلام في الحته كلها. ليه؟ كل ما امشي في حته العيال تقول لي خد ده سبارس. ايه ده ليه؟ عشان انت كليوباترا. انت عارفه بيقولوا لي ايه كمان؟ ايه؟ بيقولوا لي خد يا ابني المنفسه. طب اخرس يا ابني المكتومه. وقولي كنت بتعمل ايه؟ كنت اصارع التنين الذهبي وحوطت التنين حتى باب المعبد. قيصرون قيصرون. أيوة. ايوه. الم تستطع قتل الوحش؟ لا ماما ندهتلي. شت. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو ده اللي انت جايبهولي؟ ويا قيصرون ده اخره سوبر ماريو يا ماما. ده قيصرون ابن الملكه كليوباترا، يعني هيبقى ملك مصر. ملك ايه يا اختي؟ ده ملك، ده منظر ملك بذمتك؟ بصي بقى الملوك عاملين ازاي. ايوه دي مشيه الملوك، حركات الملوك، بلاهة الملوك، جسم الملوك، عضلات الملوك، هي دي بنجات الملوك. الكلام ده في الـ WWE والكلام ده في الـ WWC. قيصرون هيبقى ملك مصر وروما. نعم يا اختي، ملك مصر وروما. هو ماله مال روما؟ هيبقى ملك مصر وروما قيصرون ابن يوليوس قيصر. ابن يوليوس قيصر؟ يوليوس قيصر جه مصر وخلف الواد ده؟ خرب بيت عقلك يا يوليوس يا قيصر، جبت راس روما في التراب. اخص عليك يا انطونيو، ده بدل ما تفرح له وتشيله وتهشتكه وتدلعه وتروح تجيب له كيسين بوزو من المقله. ايه ده؟ ست كليوباترا وسعت منك شويه بقى. معقول انطونيو؟ انطونيو هيشيل ابن قيصر ويروح يجيب له حاجه من المقله؟ عيب كده. استنى ونبي عم التاريخ، استنى بعد اذنك، بعد اذنك انا عايز افهم حاجه. يعني يوليوس قيصر جه مصر هنا وحبك وجوزك ولا ايه؟ ده فضل يلف حواليا السبع سنين. يلف سبع سنين حواليكي؟ اه. انت كنت اتخن من كده ولا ايه؟ قصدي فضل يلف حواليا سبع سنين عشان يوقعني. اما انت ما توقعيش في سنتين ابدا. وبعد اول مكالمه قال لي تعالي نخلف عيل يا كيلو. ايه ده؟ بقول لك ايه يا برنس؟ هو كان بيقول لها يا كيلو؟ ساعات كان بيدلعها ويقول لها يا نص كيلو بطره. ايوه وبعدين؟ وبعدين؟ وبعدين اتجوزوا، وبعدين انا جيت نورت البيت. ده جاي من السبوع على هنا. وبعدين؟ ده منظر ملك يا اسطى. انا مش فاهم، ده منظر ملك؟ ما تقول لنا يا كبير. لا طبعا ملك، ملك ومن سلالة الملوك. انا هوري لك قيصرون. ايوه وريهم ضحكة الملوك. شهقة الملوك، شمخة الملوك، فرحة الملوك. ملك ولا مش ملك؟ ده هبل الملوك. ولا قيصرون. ايوه انا اسقط. يلا يا ابني على الوحش رجع تاني، انجز يا ابني منفسها. شفت عملت فيا ايه؟ حاضر يا مامي، جاي لك على ثبت الوحش وانا جاي. وجرى قيصرون جرية الملوك. ولا هاني انت فين يا ولا؟ يا تنكة اهلك، كنت فين كل ده؟ كنت في الحمام. وانا كل ما اندهلك الاقيك في الحمام؟ ما هو كتر عادك في الحمام ده هيأثر على البنيه الاساسيه بتاعت البلد. اجهز، ايه اللي انت شايله ده؟ ده؟ اه ده ال ال الرفارف بتاعتك. طيب ماشي. انا عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا. قيصر لعلمك بقى كان بيخونك مع واحده اسمها عسليوس في روما. انا اللي سقطة منها. شقطاه منها؟ طب تعرف انه كان مخلف منها عيل اسمه اوكتافيو؟ ايه؟ الكلام ده صحيح يا حكيم؟ كان ما يعني كان مشارك في حكم روما وكان في حرب دايره بينهم، لكن اوكتافيوس انتصر على انطونيو. اوكتافيو مفروض ان في منافسه بيني وبينه على حكم روما، هو كمان لو عرف ان ليه اخ هنا في مصر اللي هو قيصرون الاهبل ده ممكن يقتل قيصرون ويقتلك ويقتل الراجل المتلون ده. ايه؟ يقتل ابني؟ لا ده انا كليوباترا. عارفين يعني ايه كليوباترا؟ عارفين يا ستي، عارفين يعني التهاب رئوي وبلا ازرق، عارفين.
انا قررت احارب ابن قيصر. معايا انطونيو؟ معاك يا كليوباترا. ايوه كده، عايزين نرجع مجدي روما. الله يحرق روما ومجدي اللي قاعد في روما، ايه اللي مقعده؟ هجره غير شرعيه، ايه اللي وداه روما؟ معرفش يا اسطى، ما احنا عايزين نفهم بقى. حاضر. طيب انا هقول لكم على حاجه. تعالي يا ست، لحظه واحده، لحظه واحده هنا، عايز اقول لك على حاجه. دلوقتي لو انت وانطونيو انتصرتوا على اوكتافيوس، مين اللي هيحكم روما؟ معاك حق، انطونيو ممكن يبيعني ويحكم روما لوحده، مش كده؟ طب سيبينا حل المشكله دي. سيد انطونيو، ايوه، دلوقتي انت وكليوباترا وهي معاه جيش جرار. ده غير العرمرم؟ غير العرمرم. يا دي المصطلحات. هي معاها جيش جرار، لو انتصرته ممكن تلهف حكم روما. تلهف حكم روما؟ طب ايه الحل يا كبير المجلس؟ الحل، تعالي يا ست هنا. انا عندي حل وسط ليكم انتوا الاثنين. انتوا الاثنين تخلفوا لنا عيل عنده بتاع 19 20 سنه كده، يبقى نصه مصري ونصه ايطالي، وهو اللي يحكم الامبراطوريه الرومانيه. ايوه بس انا اخلف من دي ازاي يعني؟ مش هينفع. جرايا انطونيو، انت هتعيط من اولها. مش انطونيو اللي يعيط، انا مستعد اخلف دلوقتي حالا. ماشي تمام. ماشي. اتفضل قدامي. اتفضلي انت ورايا. لا اتفضل قدامي. اتفضلي انت ورايا، انت هتمشي كلامك عليا ولا ايه؟ هي كلمه اتفضل قدامي. تعالي ورايا. هي نفس الجمله اللي بتقولوها. انا بقول لها تعالي ورايا، هي بتقول لي لا اتفضل قدامي. ما هي نفس الجمله يا اسطى، تعالي ورايا، هي هي، يلا قدامي. في ايه يا اسطى؟ انا بقول لها ايه؟ تعالي ورايا. وانا بقول له اتفضل قدامي. طيب مختلفين، مختلفين من اولها. لا حول الله يا جدعان. طب ما تمشوا جنب بعض. نمشي جنب بعض وريحوا الدنيا على اساس فرح يعني. فرح بقى وزفه دلوقتي ونفرح بيكم يا اسطى. هتعمل لنا فرح دلوقتي؟ هعمل لكم فرح دلوقتي. يلا دي الزفه فين يا يا واد يا حته مني يا بنت البعد. البيت فدى علينا يا حجة. كانوا واخدين بحسنا. والله بس بقول لك ايه، عجبك البوفيه؟ ده عالم قبل يابا. والله ما كانش قد كده، واللحمه كانت بتشد. مصاريف على الفاضي. يعني هم لو كانوا خدوا بعض وقعدوا اسبوع في بلطيم ولا راس البر، وكانوا مش كان احسن؟ واخد بالك؟ كانوا جابوا لنا مشبك. مشبك ايه انت عطرج؟ افتح الورق خلينا نكتب كلمتين في التاريخ. يلا يا سيدي. عارف عارف، اديني بس نصايه اكون ناقشت لك كل حاجه. نصايه ايه؟ هو انت هتكتب التاريخ على مزاجك انت؟ اللي انا ملهولك انت اللي تكتبه. التاريخ من دماغي انا، انا السيد، انا اللي بفهم. اكتب. وفي ليله قمريه صيفيه على شاطئ الاسكندريه، شاطئ العصفره، وقف انطونيو يفكر ويفكر كيف سيتخلص من اوكتافيوس، وفجاه وجد امامه سجاده. سجاده على البحر؟ لا مش على البحر، قدام صابر بتاع الحلويات. فتح السجاده فاذ بها فتاه جميله ممشوقه طويله رقيقه رشيقه شديقه. يعني معرفش، انا حافظها كده. فتحها فاذ بها كليوباترا، وهنا بدا الاستعداد للمعركه. لم نفسك يا انطونيو. جرايا يا بنت كليوباترا، يا بنت انت عايز تمشي كلامك عليا ولا ايه؟ يلا بتاع منى ومرفت. وهنا بدا الاستعداد للمعركه. ايه الاخبار؟ مية مية يا اسطى. الجيش بتاعنا جاهز؟ الجيش جاهز على القهوه كلهم دلوقتي.
الجيش كله. السلاح اللي معاهم اخباره ايه؟ معانا مطاوي، معانا سنج، معانا كذلك. كذلك؟ اه. يعني كذلك؟ يعني ايه كذلك؟ مطاوي يا اسطى وسنج وكذلك. كذلك يعني ايه كذلك؟ كذلك ايه؟ يعني كذلك ايه كذلك؟ عارف يا اسطى السنج؟ اه. كذا سنجه. كذلك يعني. ايوه. طيب كويس، يعني كلهم جاهزين؟ كل جاهز يا اسطى. ماشي. وادي قيصرون. ايوه مامي. جهزت كل حاجه؟ كل حاجه جاهزه للقاء اكتفي. الجنود. تمام. الاسلحه. تمام. المعدات. تمام. البيض المسلوق. ما تقلقيش هنعميهم. جدع. ايه ده انت فاكره ايه الحق يا اسطى؟ الست دي عايزه ابنها يبقى هو قائد الجيش. ايه ده، انا عيل ده يبقى قائد الجيوش؟ وانطونيو موجود، انا قائد الجيوش طبعا. لا قيصرون هو القائد. انا قائد. انا قائد. انا قائد. انا قائد. خلاص خلاص، احنا نقيم مباراه بينكم والفائز يبقى هو قائد الجيوش. معقوله يعني اقيم مباراه بيني وبينه؟ ماشي انا موافق. جاي بينج؟ هنلعب بونج. لا بينج. بونج. بينج. بونج. بينج. بونج. بينج بونج. وهنا اكتشف العالم لعبة البينج بونج. يلا اتفضلوا، ترابيزة جاهزة. اللي هيكسب هو اللي هيقود الجيوش. اللي هيكسب المعركة هو اللي هيقود الجيوش. ماشي. عايزين الكورة. هاي الكورة جد. أنطونيو لا مؤاخذة 50 قرش إيجار الكورة. على الحساب. على الحساب. على الحساب. هتلعب نص ولا ساعة ولا إيه بس عشان؟ لغاية ما أغلبه. ماشي يلا. اللعبة على كام؟ نقطتين. 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 ماشي. شد حيلك يا اسطى والنبي. يلا. عايز تشجيع. يلا يا اسطى. شجعني كويس. يلا. يلا. أنت بترعبني ولا بتشجعني؟ يلا يا اسطى. أوبا. برافو. برافو. برافو أنطونيو. برافو. برافو. يا 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 برافو. برافو أنطونيو. خد يا عم. واحد. يا عم. ده انت هتطرق. واحد أنطونيو. واحد أنطونيو. قال لي ايه ده؟ ما يقولش حاجة ده. ده ايه؟ واحد أنطونيو. صفر قيصرون. يلا يا اسطى. قابل لعبة. يا اسطى يلا يا اسطى. تشجيع. يا بس يا بس. ولا يا سلام. هوبا. برافو. 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 فاز أنطونيو. فاز أنطونيو. ايه يا عم والله دي بره. لا تاتش يا حبيبي، اصحى بقى. وبعدين انا الحكم وكلمتي هي الساريه. 2-0. وربنا انتوا خمامين، انا مش هلعب معاكوا تاني. خلصت المباراه. برافو. عارف لعبت يا انا اللي فزت. يالا تشجيع يا. برافو انطونيو. وفاز انطونيو على قيصرون واصبح قائدا للجيوش. برافو. برافو. انا قائد الجيوش. ايوه يا عاش انطونيو قائد الجيوش. ايه؟ عاش انطونيو قائد الجيوش. يا برافو. هي نسينا. بجد انا حابب اقول لك ان احنا راسنا زباله. قفلتني. سوري. اقدم لكم ملك الاجزاء الغربيه من روما اوكتافيو. هو ما حدش بيسقف ليه؟ ايه ده انت جاي؟ انت جاي؟ الحق. اتفضل اتفضل. لا والله العظيم. والله انت لا والله اليمين الاول. لا 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 اف ما يعديش على عطشان. مش انا مش هقول. لا ايه ده انت عايز ايه؟ انت جاي جنينه يا مين اللي انت جايبها دي؟ يا كبه سم اهو شفت؟ هو ده اخرها؟ اديله تشجيع. هو ده اللي هيبارزني؟ اه هو ده. ايه جاهزين للمعركة؟ معركة؟ كان من عادة الملوك. انت يا اوكا ما قلتليش ان انت جايبني في معركة. سوري يا بيبي، كنت اعملها لك مفاجأة. هابي بيرثدي. بموت من مفاجآتك. المعركة دي اللي بيبقى فيها دم احمر. هنعمل منه قلوب ودباديب وكل حاجة. كان من تقاليد الحروب القديمة ان يتبارز الملكان حقنا للدماء. دلوقتي انتوا هتبارزوا بعض. ايوه. اللي هينتصر
هيبقى هو الفائز، واللي هينهزم هيبقى هو الخسران. ايه الجملة؟ اللي هينهزم هيبقى مغلوب، واللي هيبقى ايه؟ ماشي ماشي ماشي. يلا جاهزين؟ جاهزين. يلا. جاهز ورينا. جاهز. بصوا دي. ايه ده؟ ده اخرك. بص دي. اخر قوي. هيأخر التليفون يا سيف. تعال تعال. ماشي. هيقف فترة ولا يا لهوي؟ ده انت اسطورة. امال ايه؟ ها يلا فلتبدا المباراة. يا شجعني جامد. استنى. يا 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 شجع. انت بترعبني. اه ابشر ابشر. يلا. يخرب بيت امي دي لعبه. اخرس. على اخرس. ايه؟ فاز انطونيو على اوكتافيو. يا عم ازاي يا عم؟ اهو اوكتافيو اهو كسب. اسمه ايه؟ مالكش دعوه. اولا انطونيو هو البطل، هتخلي البطل يتغلب من اول الليله؟ ده النجم اللي احنا بنبيع بيه. ده اللي بيقبضنا. ونعمل ايه في المشوار بتاع 6 اكتوبر ده؟ نركب توك توك بعد كده؟ الله. وبعدين الواد ده حيالا وجه جديد ما حدش يعرفه غير امه. وبعدين خدها قاعده كده، اي وجه جديد لازم تزل انفاسه من الاول، هيتنطط عليك بعد كده. لا، انطونيو هو اللي فاز. سيدات سادتي، نعتذر لهذا العطل الفني ونشاهد المباراة مرة ثانية. يلا انطونيو يلا. مسرحية. الله. وفاز انطونيو
على أوكتافيوس وأحب كليوباترا وعاش في سعادة وهناء وملخلها أيديها وغنى لهم الشعراء وغنى لهم عبد الوهاب. كليوباترا كليوباترا أي حلم من ليالك الحسان كليوباترا.